اللي مش اسود زي ما بتحاولوا تصوروه؟ وليه نتكلم بلسانهم؟ السادة المشاهدين، كاميرا هي مش فوضى راحت الكويت وسألت المصريين عن أوضاعهم هناك، ما احنا لازم نتأكد ونشوف. تعالوا نشوف مع بعض المصريين هناك بيقولوا ايه عن حياتهم في الكويت، وهل معاملة الكويتيين ليهم وحشة ولا لا؟ ما تيجوا نسأل المصريين في الكويت، هل حد اتأذى هناك؟ هل حد اتهان كرامته؟ هل هناك مظلوم أو مقهور؟ تعالوا نشوف التقرير مع بعض. عدد المصريين في الكويت بيتراوح من 550 ألف ل 650 ألف مصري مقيم على أرض الكويت، لكن الإحصائيات الحقيقة الرقمية مش هي كل حاجة، لأن بالرغم من أن الجالية المصرية تكاد تكون الثانية من حيث العدد، لكن هي الأولى من حيث المستوى الاجتماعي، من حيث المستوى الفكري، من حيث المستوى الثقافي. عايز اقول لحضرتك ان القطاع الحكومي ممثل بنسبه تكاد تكون ب 90% من قوته من ابناء المصريين المقيمين على ارض الكويت. القطاع الخاص بكل فعالياته ايضا ممثل بنسبه كبيره لا تقل عن 60% من ابناء الجاليه المصريه على ارض الكويت. انت بتتكلمي عن جاليه، بتتكلمي عن الاطباء، بتتكلمي عن المحاسبين، بتتكلمي عن المهندسين، بتتكلمي عن قطاع المقاولات، بتتكلمي عن قطاع الأغذية. أنا عايز أقول إن الجالية المصرية على أرض الكويت هي من الجاليات اللي بتشرف بلدها، من الجاليات الداعمة مش بس للاقتصاد الكويتي على أرض الكويت، لكن هي كمان داعمة للاقتصاد المصري. أنا يمكن في الكويت أدير 35 سنة خلال عملي بوزارة التربية، لم يحدث إن في تطور شجار بين الكويتيين والمصريين على طول هذه المدة، يمكن مرة واحدة بس، ودي تاني مرة، مرة بأحداث خيطان مشهورة ومعروفة في الكويت، لكن غير كده بتبقى حاجات شخصية ومحدودة جدا، ولا تندرج تحت العلاقة بين المصريين كعامة أو الكويتيين بشكل خاص. احنا في الكويت حاسين ان احنا في بلدنا التاني، المعاملة الكويت بلد قانون وكل الناس سواسية أمام القانون، فالمعاملة متساوية مع الجميع، بلدنا وإخواننا أهلنا. أنا بقالي 11 سنة النهاردة في الكويت ما حسيتش الإحساس ده نهائي، ولا أنا ولا أي حد من رفاقي اللي حوالي. أنا بقالي 6 سنين عمري ما حد تعرض لي ولا ضايقني، بل بالعكس الناس معايا كويسة، والناس بتروحي أي مكان حكومي يقوموا معاكي بأجمل وجه ويشوفوا أنت عايزة إيه، وأول ما تخش عند أي حد مهما كان مسؤول كبير يقدم لك قهوة ويقدم لك الحلويات وتقعدي قبل ما يسمع مشكلتك. بعد مشكلتك لو هي متاحة في القانون اللي هو يمشيها بمشيها، لو هي مش متاحة ما بيمشيهاش، لأن الكويت تعتبر بلد قانون من الدرجة الأولى. للشعب المصري إخواننا وحبايبنا وعلى رأس الشعب المصري، علشان يعني ديرتهم ديرتنا، حبايب احنا عشنا وكنا عيش ملح مع بعض، اللي يجرحهم يجرحنا ترى، واللي يهينهم يهيننا، احنا اهل واخوان، مو مفروض الشغلات هذه تصير تتلاحم بيناتنا وتصير عداوه بيناتنا. ما اقدر اشوف اخواننا الكويتيين اهلنا مع اخواننا الكويتيين المصريين بهالطريقه هذه، تلاقي تهاوشون يتطرقون او يزعلون، تصير بيناتهم شغله، هذه الشغله هاي الكبيره بيناتهم انا ما ارضى. انا بنت الديره هني، قاعده نروح مصر، قاعده نستانس عندهم ونحبهم، نحب ديرتهم، نحب شعبهم، نحب سوالفهم، قعدتهم. امان وسلام ما نعرف نصام، طريق المحبه جميل بمصر تشوف تاريخ، حكاوي الزمان وقعده في قرب النيل، تنسيك هموم الدنيا تصفي القلوب وتروح صديقه.
حبيبة وصدقت وأجمل كيان وروح شوف نفس الملامح والوجوه العقل يحتار ويتوه والعين ما تقدر تفرق أبدا ما بين عربي وأخوه. بأكد إن من خلال قنواتكم اللي تناولت الموضوع بشكل عقلاني وبشكل هادئ، الإعلام الحقيقة كان له دور في تأجيج الموضوع ووصوله إلى ما وصل إليه. الحادث لا يعدو كونه مشاجرة ما بين مصري وكويتي تطور إلى مجموعتين من المصريين ومن الكويتيين، وحصل اللي حصل. كان من الأقدر إن احنا نعالج الموضوع من البداية بشكل منطقي، بشكل عقلاني، بشكل هادئ، لكن اللي حصل إن احنا ساهمنا فيه. الإعلام تدخل بشكل ما، الإعلام ابتدى يشعل فتيل الأزمة، لكن الحمد لله تدخلوا العقلاء كثيرا والموضوع يكاد يكون هدي. الـ 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 القضية سجلت كقتل عمد وسجلت برقم 167 جنايات محافظة حوالي. أي حد من الجناة سواء من المصريين أو من الكويتيين أكيد يعني هو في حوزة الشرطة، وإن الموضوع معروض على النيابة، وكل من كان مخطئ فهو إن شاء الله سيلاقي العقوبة المناسبة. هناك قاعدة شرعية اتفق عليها العقلاء، إذا أخطأ إنسان فلا يعمم هذا الحكم على جميع الناس من هذا الجنس أو من هذه البلد، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة. ما ذنب فلان الذي ربما كان أصلا معارضا لهذا الخطأ ولا يرضاه؟ ونحن ولله الحمد حين نعيش في هذه البلاد ونجد من أخواننا بصراحة يعني المصريين وغير المصريين، الحمد لله نجد كل حفاوة وترحيب وأنس، وأقول بكل صراحة يكفي أننا يعني تعلمنا منهم ونحن صغار، وهذا فضل يعني لا ينسى. وكذلك لما سافرنا إلى مصر وجدنا أيضا الترحيب والإكرام والأنس، ولا أدل على ذلك من أن الناس ما زالوا يسافرون إلى هذه البلاد وهم يأتون عندنا والحمد لله. أنا بقالي 11 سنة هنا في الكويت، عمري ما شفت من الكويتيين أي حاجة غلط. على طول يعني أذكياء جدا، بيحبوا الشغل. وانا بالنسبه لي اللي حصل كان يعني كان غلط من فردين مش من فرد واحد. لا اترك الكويت ليه اترك الكويت وكل حاجه فيها امان وامن؟ دي حادثه فرديه حصلت والشرطه خدت كل الاجراءات اللي المفروض تتاخد، واحنا شايفين هنا قمه الامان والامن، حقوقك بتاخديها كامله. اترك الكويت ليه؟ يعني سؤال انا يعني ما خطرش ببالي ابدا في يوم من الايام ان انا اتركها. بالعكس، انا عايشه هنا واولادي اتولدوا هنا وتربوا هنا وليهم اصدقاء، وانا ليا اصدقاء من الكويتيين كلهم ناس محترمين، علاقتنا بيهم علاقه طيبه جدا جدا. الكويت دوله امان، دوله احترام للجميع. احنا بنشعر هنا بكل حب وبكل تقدير وبكل امان في دوله الكويت. لنا اصدقاء على مدى 35 سنه لم نشعر منهم غير كل ود وكل احترام. علاقتنا فيها معاهم فيها الحب وفيها المشاركة الوجدانية في الأفراح والمشاركة الوجدانية في الأحزان. بننزل مصر الأجازة بيبقى على اتصال دائم بيننا وبينهم جميع أصدقائنا الكويتيين. أنا لي أصدقاء هنا أكثر دلوقتي من الأصدقاء اللي موجودين في القاهرة أو في مصر نتيجة الفترة الطويلة. لم ألقى أي إساءة من أي حد منهم، من كبير أو صغير أو من قريب أو من بعيد. دي كلها يعني يعني في ناس بتتكلم كلام الحقيقه ما احنا كمغتربين او موجودين في الكويت ما بنلاقيش معنى، يعني ما ينفعش ان احنا نرد على حاجه زي كده. يعني نقول ايه؟ بلدنا التاني بلد الامان، مش حاسين بالغربه فيها، اهلنا ناسنا بقى لنا فترات طويله، اجيال اللي قبلي واحنا موجودين في الكويت ما حسيناش ابدا عمرنا ولا حد من اللي موجودين اساسا بيستمع للدعوات دي. باين ان في حد يعني بيحاول ينفخ في النار. انا ايراني مصريين او مدرسين يدرسون عيالي مصريين، يعني ما شاء الله عليهم، احلى تعليم علمونا عيالي صراحه.
احلى تعليم. يعني بنتي تقول لي ما افهم على المدرسه الفلانيه كذا، كذا ما افهم المدرسه اللي عندنا مصريه. اقول لها شو نسيت؟ تقول ماما مصريه. بالعكس تفهمني. انا اقول ان انا بحب مدرستي وعندي اصحاب كويتيين، الكويت حلوه ورائعه وانا بحب اعيش فيها.